يرضيكم؟ يعني انت جاي تصور هسه هذا يرضيك انت؟ لو هذا قدام بيتك تقبل به؟ لو قدام محلك او شغلك ترضى به هذا؟ ما اعتقد احد مسلم يرضى بهيك شيء. هسه المسؤول لو هذا قدام بيته يبقى ببيته، يعيفه ويروح بغير مكان. طالب الدولة، احنا اكثر من 3000 عائلة بهذا المنطقة، واقرب شيء هي على المدينة. نطالب الدولة تشوف الحل لهذا المبزل. احنا اللي نريده من الله منهم هاي كربلاء مدينة مقدسة، مدينة الحسين تربتها شفاء. انتظر للمدينة اللي تربتها شفاء، هذه نتائجها. يعني احنا نكذب بهالحالة؟ لا، نقول تربتها شفاء، تجي من دول العالم بالزيارة ناس وتشوف هذا، يقول لك لا هذول يكذبون. هذا هاي المدينة الشفاء، هاي المدينة المقدسة، هاي الجنة. كربلاء قطعة عن النبي، قطعة من قطع الجنة. وإذا هاي قطعة من قطع الجنة، بزل خايس 100 مرض يسبب. منطقة حي الهادي قريبين على مركز، يعني كيلو تقريبا متر عن مركز المدينة. ونعاني صار يعني عشرات السنين لهذا البزل الأول. وهاي منطقة يعني مع الأسف يعني يكون هي قريبة عن الإمام الحسين، وهو يعتبر القبلة الثانية أو الكعبة الثانية أو جنة الله في الأرض. وهذا حالها يعني ها صار عشرات نطالب الحكومة دائما، والحكومة لا كأنها لا تسمع ولا ترى، ولا كأنه الأمر يعنيها. الناشد المجلس المحافظة، الناشد المحافظ، الناشد السيد جبار محسن إجعاز يشوف لنا يعني هذا الحل، إنه هو مو بس يشتغل بطواريج، خليه يجي يشوف المركز مال المحافظة، يعني يشوف هذا البزل شنو تاليته، شلون يعني نظل هيك احنا، وهذا المركز هنا قريب، هذا الإمام قريب أمتار يعني مو بعيدة. وخلي يجي يشوف هاي السواح اللي تجي لهنا زيارات، اللي شو اسمه يشوفون هذا اللي يعني البزل الريحه اللي تطلع من عداي مو هذا.